يسعد أوقاتكم أصدقائي الأعزاء، رجعنا لكم فيديو جديد موضوعه عن حياة البدو في بيت الشعر في منطقة سلمية. أريد أن أنوه أولا أن 60% من مكونات الشعب السوري هن عشائر، سكنوا المدن ودرسوا تعلموا وصلوا لأعلى المراتب، لكن ما زالوا يتبعون لشيخ العشيري. شاهدوا الفيديو مشان ما أحرق لكم المشاهد وأنتوا تشوفوا الفرق بين بيتين كل واحد بمنطقة. بتمنى يعجبكم الفيديو وتتابعوا قناتي، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك، وشكرا لكم. أنا رجاء حيدر من قناة الحرملك، أهلا بكم. تفضل. وعيوف الشدها من عشيرة المعاصي المسكنة شحالة من قرها مقيمة حزب تلدرة. خذي لك مقيم تلدرة؟ والله صار لي يجي 50 سنة من أول مقرها ما خرجت لهالوقت هذا، ما دشرتها الله وكيلش. أبوك يا بنت الناس مقرها هذا تراسنا، وهذا مقرها بنيت بيتنا، وهذا عمارنا، وهذا اللي انت تشوفينه. لشو ما بنيتوا بيت وقعدتوا فيه؟ والله هذا شوفي، والله هذا تراسنا من قرها، يعني بيت اشعر انا القى خير من هالدار. ما فيكم تقعدوا بالبيت؟ والله اذا قعدنا من قرها بهالدار الحجر لا بده البيت ما نعود عليه، هذا تراسنا الله وكيلك. نعم. شو عندك ولاد؟ عندي محمد وعندي غرام وعندي شادي، عندي 3 ولاد. الله يخلي لك اياه، يخلي من قرها ظنها العالم لها. وصيتي ما عندك طون البس وخرج طورني؟ وشطفه ما ابو، ما عندك قطبه؟ لا والله معود عندها الطول من قرها روحت. معقول بكل حال ضيعتنا هون مثلين؟ والله ما عندها ايام محمد وحياه الله. اي بالله. قلنا لها ما ابو عرب حوالي يقول ابو عرب اروح اشوف الطول. امسح هناك على هذا المقعدين عند خالك. يمسح لك خبب صابونه من قرها داعي من هذا ولدك. ما عندكم نقرا و والله نقرا صير هنا برضه ها صوبه هذه الحزينة سامها ما خلصنا منها شتوية. هاي صوب يا مازوت ولا حطب؟ هذه لا والله حطب. حطب ايه كويس. هذه حطب من قرها برضه النقرا من قرها ولا هنا هذا النقرا صير من قرها يوم من بيت من انت تقرا؟ انا من بيت حيدا. هاي شو مناشات التعفن؟ شو؟ مشهور حيلا. هذه بنت مشهور؟ ايه بنت عمتي. معناتها ابو سعد عمها؟ عمي ايوه. وحوت ياسين عمها؟ ايوه الله يرحمه. ايوه. استغرب استغرب عليكم شغلوني يا اخي. اهلين فيك. مو بس جبتها وظن على الفاضي. يلس السيدي. دابهم ولا دابهم؟ ايه هذا القسم شو اسمه؟ نعم. هذا الربعة. الربعة. ايه. من هناك هذه من قرها العيال من قرها المحرم. البيت الشعر من شو بيتكون؟ من خيش. ايه غير الخيش. من شعر. ايه. بيت الشعر التراث القديم من شعر. ايه. والبيت القياضي بيت الشعر الصيفي يتكون من قطن. تكون من قطن. ايه. والبيت الشتوي تكون من شعر. والصيفي من قطن. ايوه. ايه. والزرب هذا قلت لك يعني شو صفاته من عود بردي. ايوه. ايه. وكم قسم؟ قسمين. هذا للحري ومن غاد لرجع. ايه. تبي فانتين؟ من هون للحري. ومن غير الرجاء. شو بنسموه قسم الحري؟ قسم الحري من المحرم. المحرم. ايوه. ولا قسم الرجاء للربعه.
قسم الرجاء للرب. أيوة. من المعروف خلي وجهك علي. الرفة. الرفة؟ أيه. الرفة إيه. هاي الوراثة. هذا الرفة. هذه يا حجي. هذا الجانب اسمه الرفة. الجانب قال الرفة الجوانب أيوة. الجوانب. نحط الملم ونلمها العدول ونقعد. والله ما أدري شرعني هالبيت مش. طيب إذا قلت. عرب اليوم كله والله شارع بالشتي بتنزلوا البيت تنزيل هذه ومشان ما تجي المي علينا. اي شو بتعملوا مشان ما تجي المي؟ نحفر وني اي غرب البيت تساوي الوني ومشان ما تجي المي علينا. اي كيف بتوجهوا البيت؟ نوجه تشريج مشرج. شو بتعملوا مشان بيحفروا وني 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 ايه ايوه وني وني خلي تكتب اصلا بيت الدار معاش وقربوا مشرج ما عاد يشغلها لا بيت البيت الاصلي اصلي مشرج اتجاه الريح مو اتجاه الريح ايوه شرق غرب يا عمر عمر من الأول يلا بخوا هالعيش وجبنا هالمناسف وحطيناها غرب وشرق قالها على طاولتين طبعا وحطوا هاللحم قالها على وهالبندورة وهالخيار وهالخضار على وجه هاللحم بقدونس ونعنع وتقابل أبو واصف قالها وناصر حيدر وبيت حيدر كلهم هالموجودين وجينا من غاد ما قلنا لهم شلون يشوفوا انهم قال تمام قال تمام ابو حسين للحج يسولف يا ابو محمد بهالمنسف اللي عملوه بدنا نعمل منسف مثل حكايته قلنا له يا خيي يا ابو حسين ما يصير مثل المنسف هذاك لانه طبخوا العيشات بميت اللحم ايوه بميت اللحم بده يطلع عدسان بده يطلع عجم من قالها انه هنا نطبخ ما عليش نجيب خاروف نجيب نص خاروف بس ما يطلع معانا ما يطلع معانا يا اختي ما يطلع معانا قال لا بدنا نطبخ من قالها يمكن مثل ما قالت ام احمد ما يطلع معانا بهالشكل هذا وسلام تنطورش من قالها هذا اللي صار معايا وهذا ابو وصف من قالها وهذا ابو حسين هذا تراسنا احنا يا بنت مشهور حيدر وعلى راسي انت مقالها وكل العرب وكل السلام الله يسلمك شكرا يعطيك العافيه جحش خلي مربوط
أنت بتحلب العصر؟ ساعة ثلاث. إيه. حليب العصر شو بتعملوا فيه؟ ربع جبة. العصر كمان؟ ولا الظهر؟ اعملي معروف بس وقفة انت واقف. ايه واللي حدا خليها توقف كمان الطبيعي. ايه يلا مثل هذا مثل هذا الخرج وهاي العليجة وهذا الملم وهاي رفة وهذاك الرواق وهذا ولي. ليش شو مستعجل؟ كاسات يا منوها كاسات هذا الولي هذا الزرب شو بيت الله هذا شو نودان وخيطان ايش يعني انتو بتعملوا هوي؟ ايه انتو؟ هلا احنا بنسجن انتو بتنسجوي ايه احمد بتصوله هذا المكان شو اسمه؟ هذا اسمه هدوم هدوم لا كل المكان هون هي هذا القسم هذا البيت من بيت البيت المنقال البيت المنقال الحرم مثلا ولا شو؟ الحرم غرفة المطبخ انت في المدرسة حبابة؟ ايه بأي صف؟ ثامن شو اسمي؟ رحمة رحمة؟ هاجي رحمة يا رحمة حش مغرب الموضوع على وجه لا لا صورة سحب هذا جاء صور صوري ها هذا شو اسمه هذا القسم حبابة ها ربع ربع هاي الربعة هاي الربعة وهذا الزرب شو امشي ارغي هاي مناظرنا حلوة حلوة مناظرنا حلوة نحن بنشوفها حلوة والله بس مرة والله مرة مع انها مرة نحن مبسوطين فيها انا صور انا وياك حبيبي خضر اكو جلعو في جوا 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 اي غاد غاد صور هناك اي هون عند الشباب والزرب مو مخليه وجهه انا ما بدي اصورني هي ما بصور مخليه صح ما قلت حضري هذا ابنك؟ اي يلا يا عدنان البس خيي هذا المدرسة من تجارة لاعبين ورياضة لا والله مو هنا أنا ماني عم لعب رياضة هلا بشتغل على الكمبيوتر فوت من الضوء فوت مشان صورك بين الصورة راح أبطل أنا بعد حدا بحيدة فيشها أيوة أهلا وسهلا كده ساوي تشي بحي دررت شي وين تتعشي غرب ما صعب عليك حدا انت وخوتك شو اسمه حمود حمود شو بتاتكي تركي دخيل دخيل تعرف تغني يا حمود شو غني لي؟ يا
يلا غني. ليش هيك؟ مشان صوره، مشان تطلع حلو بالصوره. يلا غني لي هدي. يلا بين حمار خديدي. يلا وقف مع غني. يلا هدي هدي بين حمار خديدي. ايه يلا جامع ولد جميل. جامع ولد جميل. كيف نصدر هذا حمود عزيز.